والدتي وسادتي، طب صباحا هناك هوا الطائرة الآن في مطار بريزبن الدولي، حظ التكييف المحلي هنا الساعة 6:55 ودرجة الحرارة الخارجية 20 درجة مئوية. راحتكم وسلامتكم يجب البقاء جالسين في موقعكم من أن توقف الطائرة نهائيا وتطفى إشارة رب تحزيم في المقاعد. قبل مغادرة الطائرة تأكدوا من أن جميع أمتعتكم الشخصية الموجودة في جيب المقاعد الذي أمامكم أو في الخزانة العلوية. يرجى من حضرات الركاب الترانزيت ومتابعين سفرهم إلى محطات أخرى ومراجعة الموظفين الأرضيين داخل الصالة القادمة. نود أن نشكركم واستمراركم مع قناة الإمارات، كما نرجو أن تكونوا